تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي، وبالشر يعني برعاية دكتور نيوتريشن. صبحت الله بالخير دكتورة ندى الملا شريكتي في هذا البرنامج، ومو بشريكتي والله، يعني بعد هي صاحبة البرنامج، أختنا الصغيرة. صباحك الله بالنور والسرور محمود، صباحكم الله بالخير والنور في يوم الخميس الونيس، آخر يوم في الأسبوع. إن شاء الله كان أسبوع جميل لكم جميعا، نترك كل هموم الدوام في الدوام اليوم ونطلع الإجازة جميلة عشان نرجع يوم الأحد بطاقة إيجابية. نبات ترسلون طاقاتكم الإيجابية عن طريق أرقام التواصل معنا على 600-55-1414 والرسائل النصية على 4006، وموجودين لايف على أكاونت نور دبي. إن شاء الله حينما نحاول ندخل على أكاونت هيئة الصحة يعني في القريب العاجل. سلامة، سلام عليكم. سلام عليكم محمود، وتذكركم بأن جميع المتعاملين اللي يزورون المنشآت الصحية العاملة بنظام سلامة، اللي هي مركز البرشاء الصحي، مستشفى راشد، مركز دبي للأمراض الجلدية، مركز دبي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، وعيادات المطار، لازم يحملون بطاقاتهم الصحية، بطاقة التأمين إن وجدت، وبطاقة الهوية. وطبعا مرة ثانية نقول وسعوا بالكم، وسعوا صدوركم، طولوا بالكم مع الكادر الموجود في هالمنشآت الصحية، وإن شاء الله الوضع الحين استوى وايد أحسن من بدينا مع سلامة، وإن شاء الله تعجبكم الخدمة، وإذا عجبتكم اشكروا، قنوات التواصل موجودة عشان تشكرون. نحن قنوات التواصل موجودة عشان ناخذ ملاحظاتكم، ناخذ آراءكم، ناخذ النقد البناء اللي بيساهم في تطوير الخدمات. الشكر جزاكم الله خير، يعني هذه ما ندورها وايد في قنوات التواصل لو سمحتي دكتورة، كل تقولين شكر الشكر الشكر، ما نبغي شكر، نبغي ملاحظات. تبغى شكاوي أنت؟ نبغي ملاحظات. ليش؟ لأن هذه ما أنا ما أقول شكاوى، لأن الشكوى لغير الله مذلة، ولكن الفكرة وين؟ أن الواحد دائما ملاحظته تساهم في التطوير. اللي يبغي يشتكي ممكن تكون شكوى شخصية خاصة فيه، ولكن اللي عنده ملاحظة هو ينشد الصالح العام، عرفتي؟ هذا الفرق. أوكي زين محمود، ما نبغي شكر ولا ملح. اختلاف وجهات النظر في البرنامج عادي، اختلاف وجهات النظر يضفي لمسة على البرنامج في فريق خياطة. هذا مو شسر برنامج. شفت دراستي اليوم؟ شو؟ أنا توني صعقت. زين، هذا عشان تعرفين، بس عشان تعرفين أن هذا الموضوع وايد مهم. زين، أنا استغرب والله العظيم، بقرأ الدراسة عقب أعلق. يقول لك دراسة طبية كيف يتسبب الكعب العالي بتطور السرطان. من المعروف أن التدخين والبدانة من العوامل المؤدية إلى تطور السرطان عند الإنسان، لكن هناك عوامل أخرى يدرجها بعض الخبراء في هذه القائمة. يعني عزيزي الزوج، إذا أنت تدوخ جيجارة وحرمتك تقول لك لا تدوخ جيجارة بيجيبك سرطان، قول لا تلبسين كعب. زين، الخبير في مجال السرطان دافيد آغوس، أستاذ في جامعة كاليفورنيا الجنوبية، يعتبر أن ارتداء الكعب العالي والأحذية غير المريحة قد يكون سبباً في تطور السرطان. وأشار آغوس في كتابه بعنوان الدليل القصير للحياة الطويلة إلى أن الأحذية غير المريحة لا تتسبب بألم فحسب، بل وتسفر عن نمو التهاب من مستوى منخفض في جسم الإنسان، الأمر الذي يزيد خطر تطور السرطان.
ويؤكد أوغس على أهمية تجنب ارتداء مسببات الالتهاب، وقال من الواضح أن هناك صلة بين الالتهاب والسرطان. ومع ذلك قال أوغس إن ارتداء الكعب العاري والأحذية المؤلمة أمر يمكن، يعني ممكن أحيانا، استغفر الله العظيم، أمر ممكن أحيانا، أنا ما بعطيك نسخة من الحلقة لين ما خلص أنا كلامي، ولكن الاستمرار في هذه العادة يوميا له العديد من التداعيات السلبية على صحة الشخص. شكرا جزيلا، لا تعليق. يعني هالدراسة ما عف اللي مسوينها مغرض، مغرض ما يحب النساء. مغرض يعني دراسة مغرضة هاي. دراسة مغرضة، مو باللي مسوينه مغرض. ترى هو مسوي، هو له سبب في نفسه عشان كيف مسوي دراسة على الكعب العالي. والله ما محمود صراحة يعني. أنت تعرفين إن الكعب العالي أصلاً هو اختراع كان للرجال. أنت عارفة هذا الموضوع ولا؟ لا والله ما كنت أعرف. هذا كان ميتة تعرفين المعلومة أنا وميتة. هذا يعني أحين بحاول أطلع لك اسم الشخص نفسه، ولكن على حسب معلوماتي البسيطة أتذكر أنه كان أحد الأمراء الفرنسيين، كان قصير القامة، فكان متضايق من موضوع قصر قامته، فكان يطلب من صانع الأحذية عنده أنه يصمم له كعب عالي، وبعدين سبحان الله ما أدري إيش سويت حق الحريم. كان والله تعالوا نرجع للزمن القبل نشوف من بيطلع هالدراسة مرة ثانية عن الكعب العالي والسرطان. ما حد بيطلع، هذا الرجال بدأ يلبسون كعوب. كيف إذا بديتوا تلبسون كعوب ما حد بيطلع دراسة تقول الكعب يسبب السرطان، بس عشان الحريم يلبسون قام يقولون الكعب العالي يسبب السرطان. والله هو أهم شيء كفاح الكعبي ما يلبس كعب، هذا أهم شيء. ليش مسكين وكريم؟ شيء ينفعل مع الكرة. هي عشان بعد ما تعرفين يعني هو أحيانا يوم ينفعل وهذا ما جوتي طاير ولا شيء بعد مشكلة. عموما تحية لك بكريم كفاح الكعبي. انزين الحين ترى هو بالفعل دكتورة، خلينا بعيد عن هذه الدراسة، الكعب العالي عند النساء خاصة هاي اللي واقفة على المسمار، زين هذا شو الآلام اللي ممكن تتسبب في الجسم، ديسك ما ظهر ما أدري كذا ومليون شيء، زين وفوق هذا يوم تتعب شلت الجوتي في ديها وتمشي حافي، شو الله كان في النت. لا لا شفتهم، لاحظت شفت الحريم اللي يمشون شيء أحيانا في المراكز التجارية يكون تعبانة. لا شوف محمود، يعني لبس الكعب العالي طبعا هو من منطلق أن المرأة تحس أن هي أنيقة، إنزين ولكن لازم يكون في المكان المناسب، يعني ما بس مثلا أمشي في مول ساعتين ثلاث ساعات ألبس كعب عالي، ممكن كعب يكون نص الكعب العالي هذا أو يكون نازل. والأفضل الأفضل لما تعرفين بتروحين تمشي مسافات طويلة تلبسين في حين محمود الأحذية الرياضية اللي شكلها ستايل شوي، يعني تلاقي فيه كعب صغير بس يكون أصلا الحذاء هذا رياضي أفضل لدعم الظهر، فالأفضل ما نمشي بالكعب العالي مسافات طويلة، خلي حق العزائم حق الأعراس بس ما نمشي فيه لأنه فعلا يسوي أثر للظهر على الظهر. يقول لك حتى البريطانيات يرفضن إجبارهن على لبس الكعب العالي في العمل، يعني في بعض الوظائف يعني يجبرونهم يلبسون كعب عالي. وفي وظائف فعلا محمود ممنوع تلبس فيها الكعب العالي، الوظائف تتطلب وقفة فترة طويلة، اللي يشتغلون لا يطلبون منهم البسوا يلبسون. هي في وظائف مثل ما في وظائف تمنع في وظائف لازم تلبس، مثلا يشتغلون في ترحيب الجمهور، ترحيب المتعاملة، تدخل في أماكن بالعادة تلاقي تكون شوي كعب شوي عالي عشان يكون شكلها مرتب، ولكن طبعا خارج عن مسألة العمل، يعني العمل سواء يطلب ولا ما يطلب، خارج العمل ما تستطيعين أفضل ما نمشي بكعب العالي مسافات طويلة. ومو بس يأثر على الظهر محمود، أعتقد النساء يعرفون يلبسون كعب العالي لما تمشي مثل بالعامية حنقول تتخرطف، تعرف لما تلتوي ريلها، هذا جدا 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 مؤلم، يسوون التواء الكاحل، نمشي يلتوي عندنا الكاحل، هذا جدا مؤلم ويكون مع لبس الكعب العالي. الكعب العالي خصوصا اللي مو متعودات عليه يمشون عليه فترة طويلة ممكن التهاب الكاحل أو التواء الكاحل، وهو جدا مؤلم، ممكن يكون في كسر حتى في الكاحل. زين الحين طلعت لك أنا قصة الكعب العالي بنقولي له ما الريايل هذه سمع الحين شو يقول لك. بالرغم من التحذيرات الصحية التي تنبه إلى مخاطر ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي، تواصل النساء الإنفاق على شرائها بسخافة. في بريطانيا مثلا تنفق المرأة طيلة حياتها مبلغا تصل قيمته إلى 34 ألف جنيه استرليني، أي ما يعادل 195 ألف ريال سعودي، يعني درهم إماراتي تقريبا. زين عموما وين 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 هي هذه قصة هذا. المهم الشاه عباس مع نهاية وين الشاه عباس
لا صبر شوي. مع نهاية القرن السادس عشر سعى الشاه عباس الأول لتوطيد علاقته بدولته مع أوروبا الغربية لمساعدة في هزيمة عدوه الأول الإمبراطورية العثمانية، وهكذا أرسل عباس سنة 1599 أول بعثة فارسية دبلوماسية إلى أوروبا، ومن هنا تعلق الغرب بكل شيء يتعلق بالفرس، وبدأت الأحذية ذات الطراز الفارسي الفارسية تستحوذها. هذه مو بني، هو شيء يخص لويس الرابع عشر. لحظة بنقرأها عقب، نفس الفود اللي كانوا يطيرون. يعتبر لويس الرابع عشر هو أول من بدأ تاريخ الكعب العالي، لأنه لم يكن يتقبل فكرة أنه قصير القامة، فكان يصنع له العمال حذاء خاص حتى يصل طوله للذي الطول اللي هو يبغي. وانتشرت هذه الموضة، موضة الحذاء، في فرنسا كلها، وكان يعبر عن الطبقات الراقية زي ريايل. ها ريايل، أتكلم عن الريايل هنا، حيث أن ملوك فرنسا كانوا يرتدونها في المناسبات الكثيرة لأنها تعبر عن الطبقات الراقية. وأصدر الملك أوامره بتحريم ارتداء الكعب العالي على عامة الشعب، ثم امتدت هذه الموضة عبر العصور إلى أن وصلت بهذا الشكل الأنيق الغير مريح. ها؟ والله في بعضهم ترى مريحين محمود، لابسة كعب اليوم، لا ما شاء الله مترين فوق الأرض. عموما فاصل بعد الفاصل مستمعينا، منواصل معاكم. حاليا في تركيا الشباب بدوا يلبسون كعب عالي أحمر، واحتمال الموضة تنتقل للخليج. والله يعتمد على الشنب تركيا. ايه تعرفين ما معروفون بالشنب. الكعب العالي ضروري، ماذا نفعل؟ اي والله أحيانا ضروري والله. ها؟ أحيانا يستوي ضرورة. ايه إن شاء الله. أنت لابسة كعب ميثة ولا؟ ما بلاسة كعب، أنا حيدة ميثة ما أدعو بكعب وحليلة. عموما فاصل بعد الفاصل مستمعينا، منواصل معاكم. أرقام التواصل معنا الدكتورة على السريع 600551414، والرسائل النصية على 4006، موجودين لايف على أكاونت نور دبي. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. سعد الله اوقاتكم مره اخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معانا في برنامجكم صحه وسعاده. هذا البرنامج اللي قدم لكم هيئه الصحه بدبي بالتعاون مع مؤسسه دبي للاعلام وعبر اذاعتكم المميزه اذاعه نور دبي. ارقام التواصل معنا 600551414، وعن طريق الرساله النصيه على الرقم 4006. ميث السلام عليكم، براشد عندي تعليق على تامين سعاده، الرجاء الاتصال للضروره. انزين ممكن تتصلين فيه تشوفينا اذا جاهز. منو موجود على الباب ميثة؟ منو ترمسين؟ ها تعال دكتور، انت رياك نحن. دكتور حيدر حياك الله. دكتور حيدر اليوسف مدير اداره التمويل الصحي، توه دخل الاستوديو عندنا. يا حليل لعوزوه على الباب، لعوزوه. صباحك الله بالخير دكتور. الحمد لله على السلامة دكتور حيدر. كان عندنا قلق خفيف انك ما توصل. لا 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 موجود دايما. لا 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 تعرف شو قلت الحين، اكيد الشباب ما طرشوا على الكالندر. ما طرش يعني ما طرش بعد. عموما دكتور نحن هنالك الكثير من الاستفسارات اللي جتنا على موضوع التامين الصحي في الفترة الأخيرة. انتم شوية خليناكم تشتغلون أكثر ما نطلعكم في الإعلام. الحين دكتور يعني بعد هذه الفترة، بعد تطبيق القانون، حتى اليوم شو الجديد اللي استجد؟ الجديد طبعا الحمد لله وبفضل الله اليوم وصلنا إلى أكثر من 4.5 مليون مؤمن عليه في إمارة دبي، اللي هو تم تغطية إمارة دبي بالتأمين الصحي بشكل كامل. أعداد بسيطة جدا بس اللي هي يمكن يعني كانت مخالفة، وهي الحمد لله كلها ستتسكر بسرعة. كذلك في تطوير مستمر للباقات، الباقات الأساسية، لباقات المواطنين، خدمات جديدة كثيرة حاليا في المطبخ ياسة تنطبخ في المراحل النهائية إن شاء الله تعالى راح تعلن قريبا. يا ابني تطبخ في المطبخ. نعم. لا لا في أشياء كثيرة إن شاء الله تعالى على مدى الأسابيع القليلة القادمة. حط شكر، هاي تحب الشكر وايد. نعم يعني مثلا عندنا بالنسبة لبرنامج سعادة وبرامج المواطنين بيكون في اللي هو الإعلان عن نظام الكشف الكامل، بتكون في عملية المراقبة للأمراض، محاولة يمكن استكشاف الأمراض قبل حدوثها. صحيح. على جميع المستويات بالنسبة للأعمار المختلفة، بالنسبة للمواد الاختصار المختلفة. فبيكون في آلية جديدة تماما للتعامل مع صحة المجتمع والتأكد من إحنا دائما استباقيين، ودائما نحاول نخلي أفراد المجتمع فعلا يكونون بصحة وسعادة. كذلك بيكون في برامج لكبار السن تتعلق بعملية وقايتهم من أي نوع من أنواع اللي هو مورتاليتي أو موربيديتي، اللي هو ما يسمى بالدكتور أنت أدرى بالمصطلحات الأمراض
مسببات ايه مسببات ال قد سألت عن عظيم نحاول نترجم المصطلحات الطبية. نعم مورتاليتي طبعا الوفاة، الموربيديتي اللي هو المرض الشديد اللي صحيح. يسبب خلاص يعني الإعاقة ويعني تسوء حالة الإنسان صحيح. بشكل كبير. والوقاية من هالنوعية من المراحل يعني كبار السن مثلا كنا نشوفهم اوريدي يوم ييك المستشفى هو وضعه صعب، لكن لو صحيح. انت تدخلت قبلها بثلاث أسابيع مثلا لما خلص عنا الدواء ووقف الدواء هو لمدة ثلاث أسابيع أدى إلى تدهور حالته. فهاي النوعية من الإجراءات الاستباقية والبرامج الاستباقية راح تكون عندنا مجموعة متنوعة وفعلا متميزة إن شاء الله تعالى من هاي الخدمات بالنسبة للبرامج الحكومية. زي ميثة اتصلتي في الريال ما يرد علينا ولا شو؟ بيطلع الهواء بيكلمنا عن هذا حياه الله. عموما الدكتور كان يتحدث يقول عنده ملاحظة على تأمين السعادة حين يعني خلنا شوي نذكر المستمعين الفرق ما بين شو دكتور ما بين شو سعادة وإيش إسعاد. يا سلام عليك. أنت سعاد ولا سعادة؟ أنا اثنين. سعاد للجميع، سعاد للجميع. نعم. زين خذي خالد دكتورة. صباح الخير أخوي خالد. هلا صباح النور والسرور. هلا أخوي تفضل. يا دكتورة. خير الله يسلمك. نصبح على الجماعة كلهم. كلهم يصبحون عليك ويسلمون عليك. الله يخليكم. طول بعمرك أنا عندي بس استفسار عن السعادة. نعم تفضل. من تقريبا أسبوع ماخذ حرمة أخوية وصايرين مستشفى الكندي. أوكي. هي عندها فريلها العظمة فاتشة وايد عن صبعها اللي فريلها، وايد عوار عندها فريلها ما تقدر تمشي. قالوا لنا بنطرش إيميل حق سعادة أو شيء فيها. ردوا علينا الحين، طبعا الحين من يومين وإحنا ننفصل بالمكتب مال سعادة، قالوا لنا لا تجميلية ما شيء. نقول لهم يا جماعة كيف تجميلية؟ الحرمة ما تقوم تمشي. وتقرير الدكتور يقول إن الصبع هذا العظمة هذه اللي فاتشة عن الريل يبالها قص ويبالها التعديل مرة ثانية يحطونها في مسار في مسارها التوصيل للصبع. واضح السؤال. نعم. أخي شاك سمع الإجابة. نعم. طبعا بالنسبة لبرنامج سعادة مثل ما تفضل الأخ، إذا كان الإجراء تجميلي ما مغطى، إذا كان الإجراء علاجي فبالتأكيد هو مغطى. أحيانا يمكن الطريقة اللي طلبت فيها الموافقة من شركة التأمين توحي بأنها تجميلية أكثر من أنها علاجية. صحيح. فبناخذ بس بيانات الأخ تحت الهواء وبنشيك على الحالة، وإذا كانت فعلا هي علاجية فبالتأكيد راح يتم الموافقة عليها. دكتور حيدر، هو ما في تقرير طبي مفروض يطلع من الطبيب الحالة كاملة لشركة التأمين؟ يطلع اللي هو الريكوست أو اللي هو طلب التغطية. طلب التغطية يشرح فيه الطبيب المعالج سبب العلاج المطلوب إذا كان هذا من أنواع العلاجات اللي تحتاج الموافقة المسبقة. يعني في كثير من العلاجات في البرنامج مثل زيارة الطبيب، مجموعة كبيرة من الفحوصات والأمور اللي هي اعتيادية تمشي بدون الحاجة إلى موافقة مسبقة. صحيح. مجموعة أخرى من العلاجات أو الفحوصات أو العمليات تحتاج إلى موافقة مسبقة ولازم الطبيب يقدم معها التبرير الصحيح. خليني أذكر نقطة هنا بس عنا، إحنا 95% من جميع طلبات الموافقة في البرنامج يتم الرد عليها بالموافقة خلال ساعة واحدة. ممتاز. إذا تأخرت الموافقة معناته واحد من ثلاث أشياء: يا أن ما في حاجة طبية للعلاج وبالتالي الطبيب اللي طلب العلاج لم يقدم التبريرات الكافية، ففي الحالة هاي ممكن يرفض الطلب، يقول لك يا أخي سعادة ما وافقوا لي، معناته ما كان في يعني توضيح كافي للحاجة لهالنوع من العلاج. لأن احنا كذلك مسائلين، يعني اليوم الهدف تعطي المريض اللي يحتاجه فعلا. إذا أنت زدت فأنت أسأت استخدام المال العام، إذا قللت انت قللت من احتياجات المريض الصحية. او ممكن نرجع ونطلب من المستشفى معلومات اضافية، لا والله مثلا ما وضحت هل في عنده كذا 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 عسب انت تبرر والله مثلا هالنوع من العلاج. او في احيانا في بعض انواع من العمليات او الفحوصات يطلب رأي ثاني، ممكن يقول لك لا هاي من العمليات اللي نحتاج فيها رأي ثاني لأنها من العمليات اللي ما فيها guidelines واضحة أو قوانين طبية واضحة، وبالتالي يطلب فيها الرأي الآخر ويجوز. على هذا الطاري دكتور أنا بقرأ هذا المسج، يقول بالله عليكم يعني ما أدري السلام عليكم ولا بالله عليكم، طبعا نحن ما يعتبر سلام زين. بالله عليكم، رعاية وأشعة وأدوية وتحاليل ومبيت لأربعة أيام في مستشفى خاص تكلف 14,000 درهم. نعم التأمين راح يتكفل بس بالمعقول هالمبلغ، ليش نحن ندفع مبلغ العلاج ولا سعر الأجهزة وإيجار المستشفى؟ طيب دكتور أعتقد جوابك من شوية هو رد يعني على 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 هذا المسج، ولكن بعد توضيح أكثر. نعم. هو من حيث المبدأ الرعاية الصحية هي شيء مكلف، يعني انت لو تشوف اليوم الدول في العالم كلها
الرعاية الصحية جزء كبير من ميزانيتها، بغض النظر عن إذا كانت الرعاية هاي تعطى في الخاص أو في الحكومة. يعني اليوم مثلا هل يتوقع أن وجوده في مستشفى حكومي مثلا لمدة 4 أيام مع كل العلاجات هيتكلف أقل؟ ما تكلف أقل. هي الرعاية الصحية من حيث المبدأ هي قضية مكلفة. إحنا دائما كبرنامج تأمين خصوصا بالنسبة للبرامج الحكومية واجب أن نوفر أفضل رعاية صحية بالنسبة للفرد مع موازنة الاستخدام المالي الأمثل للموارد. يعني نتأكد بالتأكيد إذا كان في سوء استخدام، إذا كان في زيادة، وهني كذلك الواجب هذا على الأعضاء يعني المستفيدين من هالبرامج هاي، إذا حسوا لأي مرحلة من المراحل إن في أي نوع من أنواع التلاعب من أي طبيب من أي مستشفى من أي عيادة، نرجو منهم التواصل معنا مباشرة. طبعا بالنسبة للعيادات الخاصة والمستشفيات الخاصة كلها في عنا معاها ديسكاونت ستراكتشر واضح، يعني الفاتورة اللي هو يشوفها في عليها خصومات كبيرة تدفع للبرنامج أو تسترد من قبل البرنامج، وكذلك في لائحة أسعار معتمدة، يعني هو ما يقدر يشرج أي شيء خارج اللائحة المعتمدة. إذا احنا متفقين معاه على السعر هذا مع الخصم هذا باي ديفولت لازم منه يقدم الفواتير والمطالبات حسب المبلغ هذا، وإذا كان في أي خطأ تسترجع منه المبالغ. فيعني في رقابة دقيقة ماليا وصحيا على البرامج هاي في إطار الكلينيكال جايدلاينز أو الأطر الطبية العلاجية المتعارف عليها عالميا. طيب دكتور، هني أبو عفرة يعني تحت الهوى كان يسأل عن أبناء المواطنات من حملة الجوازات من غير الجنسية، هل يحق لهم أنهم يدخلون في نظام السعادة؟ حاليا طبعا في هيئة الصحة في دبي يتم علاجهم بشكل كامل ومجاني، وكذلك بالنسبة لبرنامج سعادة هاي من المراحل المستقبلية إن شاء الله تعالى. إنزين، رح وصلنا للفاصل دكتور حيدر، رح نكمل معك إن شاء الله بعد الفاصل، حلقة ساخنة اليوم ففاصل وراجعين، بس قبل ما نروح الفاصل أقول لكم بأرقام التواصل. طبخ وساخنة وسكر، ما بدنا بطبخ وسكر. شكر 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 أرقام التواصل اللي عنده شكر يتصل الاتصال على 600-551-414 ورسالة النصية على 4006، موجودين لايف على أكاونت نور دبي على الانستغرام. فاصل وراجعين. صحة وسعادة ورجعنا معاكم عشان نكمل فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. قبل الفاصل كان معنا دكتور حيدر نتكلم عن التأمين، أي إحصائيات جديدة، أخبار التأمين الجديدة مع تطبيق نظام التأمين الصحي، والحمد لله طمننا أنه تقريبا معظم كل سكان دبي مشغولين بالتأمين الصحي، والمخالفين بعد أتوقع صحة وأوضاعهم بالنسبة لأشياء بسيطة يعني. ممتاز. إنزين، وصلتنا حين رسالة دكتور حيدر، متصل يقول لا مستمع، شركة تكافل الإمارات كيف يتم تقييمها وتقديمها كأحد الشركات الموصى بها من برامج التأمين في دبي، وهي للأسف الشديد غير مؤهلة، ولقد تم تأمين موظفي الشركة عندها وفعلا وقعنا في مقلب في نوع العادات ومستواها، أعتقد نوع المعاملات يمكن ومستواها، ورفض الصيدليات صرف 90% من الأدوية بحجة أنها غير واردة في الاتفاق مع تكافل الإمارات، والغريب أن موظفي الشركة لا يردون. إذا في أي حالة شكوى على أي شركة من الشركات يرجى مثل ما دائما نذكر الوصول إلى الهيئة عبر برنامج خدمة المتعاملين بالضمان الصحي I Promise. كل الشكاوي تؤخذ بشكل جدي ويتم التعامل معها بشكل كامل وحل الشكاوي، لأن أحيانا كثيرة في وجهتين، يعني إذا إحنا طبعا من الأمور الرئيسية اللي نراقب عليها هي مستويات الخدمة، سواء كل كم ثانية ياخذ الكول سنتر لكل شركة تأمين أنه يرد، كم شو نسبة إجابة الاستفسارات اللي توصل عنا متسوقين سريين يتصلون في كل الشيء. أما عملية التأهيل وغير التأهيل أعتقد هذا موضوع آخر، لأن في مواصفات واضحة وكرايتيريا واضحة، إحنا هنا نتكلم عن شكوى عن حالة معينة، وبالتالي الحالة هي تصل إلى الهيئة، ما نقدر نربطها بآليات التأهيل، هذا موضوع آخر. مش أنا أعتقد دكتور يعني هذا في عملية غير واضحة، يقول لأن للأسف أخذوا فلوس واختفوا، وهذه شركة تناسب مع سمعة دبي. لا أنا أعتقد إن في مشكلة، هاي الشركة عنده أكثر من 300,000 شخص مؤمن عليه في إمارة دبي اليوم. ما أعتقد يبون فلوس الشخص هذا يعني. فيقول أرجو التواصل مع شركتنا من قبل فريق عمل الصحة في دبي، أنا أرجو منك أنك أنت تتواصل مع الهيئة، وإحنا مسؤولين عن حفظ حقوق الشركة وجميع المؤمن عليهم. وين يروح دكتور؟ هيئة الصحة في دبي من خلال النظام الإلكتروني لخدمة المتعاملين بالضمان الصحي I Promise، بس يدخل على جوجل ويحط IPROMES بيطلع له على طول، يسجل عنه شكوى، تقدم على النظام وكذا، عندنا يوميا عشرات الشكاوي توصل. يعني اليوم عندنا
عندنا 4.5 مليون شخص مؤمن عليه في إمارة دبي. بالتأكيد هناك حالات، بالتأكيد هناك مستويات للخدمة، لكن احنا دائما نتأكد من ان جميع المستفيدين من منظومة الضمان الصحي في إمارة دبي تتم خدمتهم بالشكل الصحيح، واذا في اي مخالفة احنا دائما مسؤولين ان احنا نعيد الحقوق الى اصحابها. هنيكم على حماسكم في الرد على الأسئلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال اللي عنده بطاقة تأمين من عمله وأخرى سعادة، هل بالإمكان يستعمل الاثنين معا وشكرا؟ طيب طبعا بالنسبة للمواطنين اليوم، أي مواطن في إمارة دبي ممكن يحصل على بطاقة سعادة بشرط أنه ما يكون عنده برنامج حكومي آخر. فإذا كانت جهة عمله للتأمين الصحي بالتأكيد من حقه أنه يستفيد من البطاقتين ويستعمل الاثنين. زين، هل التأمين يغطي النظارة الطبية؟ الباقة الأساسية لا تغطي النظارة الطبية، لكن في باقات كثيرة أخرى تغطي. نحن ظني عندنا عناية، عناية موجودة. زين، أتمنى التأمين على الأجهزة الإلكترونية. فقط التليفون. لحظة خليها يا مكثر الشكاوى، في تأمين أنا مأمن تليفوني لأنه وايد يطيح. حتى في تأمين على الحياة. متى تبدأ المخالفات عن التأمين الصحي للعائلات؟ الله أردي بدت المخالفات. أخي الكريم، أخي الكريم، يعني أنت دكتور مبنى. أخي الكريم، أنا مواطن خليجي مقيم في دبي، عندي تأمين من جهة العمل لكن ما يغطي المستشفيات الحكومية، هل يجب أن أسجل بسعادة؟ خلنا نتكلم عن الفرق ما بين سعادة وإسعاد. طيب، إسعاد هي منظومة الضمان الصحي في إمارة دبي التي اعتمدت من خلال قانون الضمان الصحي في الإمارة اللي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم في 24/11/2013. المنظومة هاي تضمن وجود تأمين صحي لجميع المواطنين في الإمارة، وكذلك تغطية جميع المقيمين في الإمارة بالتأمين الصحي. القانون يشير إلى ما يسمى بباقة الخدمات الصحية الأساسية، وهي أقل مستوى من التغطية يجب على أي شخص مقيم في إمارة دبي الحصول عليه من خلال القانون. وأي ترقية للتغطية فوق الباقة الأساسية هي اختيار، سواء عند صاحب العمل ممكن أنه يوفر للموظف أو أفراد أسرته، أو ممكن الشخص نفسه كذلك يشتري باقات نسميها بالتوب أب أو باقات الترقية اللي تعطيه بعض الخدمات الإضافية. الباقة الأساسية تشمل زيارة طبيب العائلة، التحويل من طبيب العائلة إلى الأخصائي أو إلى المستشفى في حال الحاجة إلى التحويل، يعني it's a GP gatekeeping ما يسمى، يعني طبيب العائلة هو جزء محوري في تقديم الخدمة، وتغطي كذلك الفحوصات، تغطي جميع أنواع الطوارئ والحالات الطارئة، باقات الحمل والولادة، الأدوية والعلاجات الأخرى المختلفة طبعا عن طريق ما يسمى بعيادة طبيب العائلة. صحيح. أما في حالة الطوارئ فيمكن الذهاب إلى أي مستشفى مباشرة وعلاج الحالة الطارئة دون الحاجة إلى أي موافقة مسبقة، حتى لو كان المستشفى خارج شبكة مقدمي الخدمات بالنسبة للعيادة. اليوم الباقة الأساسية هاي تم تصميمها بحيث أنها توفر نوع من الأفوردابلتي، أو سعرها يكون مقبول ما يأثر على الشركات سواء صغيرة كانت أو كبيرة، في المقابل توفر وصول كافي إلى الخدمات الصحية للأفراد المؤمن عليهم في إمارة دبي. وايدين لما بدينا قال لك مثلا تبدا اسعار الباقه الاساسيه من 550 درهم، زين ليش يا اخي غالي 550 نقص؟ فلما تضيف مزايا اخرى على الباقه الاضافيه، مثلا خاصيه الدخول على الاخصائي مباشره، والله مثلا ابى اغطي المستشفيات الفلانيه، ابى اغطي الاسنان، كل هاي الاشياء لها تكلفه اضافيه. أكيد. انت مش ملزم انك تشتري الباقه الاساسيه سواء لنفسك او لاسرتك او كصاحب عمل، او ممكن انت تشتري اي باقه، في باقات في دبي توصل اسعارها الى 50,000 درهم للشخص في السنه، فهني أنت تختار الشيء اللي يناسبك، لكن الحد الأدنى القانوني يشمل جميع التغطيات اللي ذكرناها، وجميعها إلزامية بالقانون، وجميعها تفي بنسبة كبيرة جدا، أكثر من 85-90% من الاحتياجات الصحية بالنسبة لأي فرد موجود في إمارة دبي. فهذه مشكلة بعد الناس يعني يحطون في بالهم دكتور أنه أوكي أنا عندي تأمين صحي أنا بسوي كل شيء أبغي. في ناس تعامل التأمين الصحي مثل فيزا كارد يروح يخطى كل مكان. بالضبط. التأمين الصحي هي آلية توفير خدمات صحية لجميع أفراد المجتمع بطريقة مستدامة ماليا، لا تؤثر على الاقتصاد، لا تؤثر على تنافسية إمارة دبي، وفي نفس الوقت تعطي الأفراد الوصول إلى الخدمات الصحية المناسبة، وإزاد البالانس الموازنة ما بين التكلفة وما بين الوصول إلى الخدمات هو يمكن أصعب معادلة دائما جميع أنظمة التأمين الصحي وجميع الأنظمة الصحية، هي هذا السؤال الأول بالنسبة لها. ممتاز دكتور حيدر، في عندنا أسئلتنا حتى في العيادة يسألونه
يقولون تصدفتي دكتور حيدر اسألي عنده ويحتاجات الخاصة خصوصا عندهم متلازمة داون وغيرها. نعم. شو وضع التأمين بالنسبة لهم؟ نعم لا يجوز لأي شركة تأمين عدم تغطية أي شخص ذو إعاقة بالتأمين الصحي أو من أصحاب الهمم طبعا مثل ما إحنا نسميهم بالتأمين الصحي نتيجة وجود إعاقة معينة. يعني من حق أنه يشتري الباقة بنفس السعر مثل أي شخص آخر وتغطي له جميع احتياجاته الصحية. إذا كان في احتياجات أخرى متعلقة بالإعاقة نفسها غير الاحتياجات الصحية المعتادة طبعا هني موضوع آخر لأن خدمات الإعاقة يعني هي مشتركة ما بين خدمات اجتماعية خدمات تعليمية خدمات صحية. فالجانب الصحي من احتياجات الشخص مغطى من خلال التأمين الصحي مثل أي شخص آخر ولا يجوز لأي شركة تأمين التفرقة ما بينهم. زين هني ما بين ذوي الاحتياجات الخاصة وعندك كبار السن دكتور حتى اللي فوق 70 سنة. يعني في هنا استفسار يقول يعني كبار سن 70 سنة لجزر القمر شو الشركة اللي تغطي كل شيء مثل الزهايمر السكري أي شخص مرة. كبير السن يزيد أو يعني بالنسبة لنا هو يعتبر فوق 60 بالنسبة لأنظمة التأمين الصحي في عز الشباب شباب القلب هي. نعم وهو الباقات هاي متوفرة لدى جميع الشركات ال 12 اللي دائما يرسونها على 60 دكتور لا مغطى بالتأمين يسحبون عن التأمين نعم تبدأ الباقات هاي من 2500 درهم للشخص في السنة وتغطي جميع الاحتياجات الأساسية اللي ذكرناها بغض النظر عن الحالة الطبية للشخص. يعني اليوم حتى لو كان عنده مثلا أمور صحية أخرى فهي كذلك مغطاة من خلال الباقة والأمراض السابقة على التأمين لأول 6 شهور غير مغطى ومن ثم بعد 6 شهور تغطى وعند كل تجديد خلاص تغطى. يعني هي صحيح. بس أول 6 شهور في أول مرة يشتري فيها الشخص التأمين صحيح. بعدين خلاص أصبحت أول 6 شهور يا جماعة الخير نتذكر الله يخليكم لنا وايد فقط الأمراض السابقة على التأمين لأن أحيانا يقول لك يا أخي قالوا لي 6 شهور أنت ما عندك تأمين لا أنت عندك تأمين لكل شيء ما عدا المرض السابق على التأمين لكن يجب ذكر المرض السابق على التأمين إذا طلبت شركة التأمين المعلومة إذا ما ذكرت يعني راح عليك يعني عندك يعتبر سكر نوع من أنواع التحايل تحايل وعليه يعني هذه قضية جنائية أظني دكتور يعني حتى الآن يعني هنا ما هو جنائية يعني ما مسوي أكشن من حق شركة التأمين ترفض صحيح. تغطيتها بعد 6 شهور لأن الشخص لم يدلي بالمعلومات الصحيحة وفي لها طبعا بالتأكيد مسؤولية أو مساءلة على الموضوع هذا. دام نحن تكلمنا على قضية التحايل مرت علينا حالة أو حالتين أحيانا بعض الأشخاص الغير مخولين ببيع التأمين الصحي يروح ويحاول يبيع التأمين مثل يعني هذا صاحبنا ظني اللي طرش مسج مال نعم يعني أحستي. مثلا شفنا شركة أو شركة مقاولات عامة جمع 3-4 من ربعه وقال لهم والله أنا بشتري لكم تأمين ومحصل عليه سعر زين وخذ منهم البيزات ولا اشترى لهم تأمين وروح عنهم واختفى الرجال عارف إحنا هني كذلك المستهلك يجب أن يكون مستهلك واعي صحيح. لازم يعرف أنا اليوم من المخول ببيع التأمين الصحي شركة الوساطة التأمينية صحيح. شركة التأمين هي الجهات المخولة وبالتالي إذا أنا دفعت لها المبالغ وخدت منها الوصولات وخدت منها كل البيانات الإثباتية فأنا حقي محفوظ 100%. لكن دكتور أنا شفت ميتة وايد منتبه للكلام اللي تقوله ليكون نصبوا عليه شيء ميتة ما حد زي لو سمحت كيف أعرف الشركات اللي تغطي التأمين الله أكبر كيف عرف الشركات اللي تغطي التأمين أظني يطري الباقات الأساسية الباقة الأساسية كل شركة من الشركات اللي تقدم الباقة الأساسية لما تبيعك الباقة راح تعطيك قائمة بمقدمي الخدمات اللي عندها سواء عيادات أو مستشفيات والباقات هاي والبيانات هاي كلها موجودة على المواقع الإلكترونية للشركات وكذلك على الموقع الإلكتروني للضمان الصحي يعني تدخل على اسعاد.ae ISAHD.AE أول ما تدخل على الصفحة بيكون في جدول الجدول أسامي الشركات الـ 12 الأسعار مواقعها الإلكترونية للشراء اللي هو الأونلاين وكذلك لينك يدخلك على شبكة مقدمي الخدمات لكل واحدة من الشركات وهذا من الهيئة ومصادقة ومعتمد من الهيئة وفيها البيانات كلها. طيب ما عليه بعد يرد عليهم دكتور. زين دكتور كنا نتحدث نحن عن رد عليه الحين غير رأيي يوم تشاف منه متصل غير رأيي عموما دور الهيئة الرقابي على أسعار الخدمات الخاصة بالضمان الصحي هنالك يعني دور رقابي للهيئة على هذه الشركات صحيح. هنالك بعض المواضيع اللي نحن نسويها مو بس على الأفراد ولكن على الشركات نفسها بالتأكيد فخلنا نتكلم عن هالموضوع نعم رقابة الأسعار طبعا بالنسبة لمقدمي الخدمات الصحية جميع مقدمي الخدمات الصحية المسجلين في نظام الضمان الصحي
يجب عليهم أنهم يقدمون أسعارهم للهيئة وتعتمد من الهيئة، وإذا في أي زيادات سنوية تكون أول شيء معتمدة من الهيئة حسب النظام. كذلك شركات التأمين بالنسبة لأسعار الباقات الأساسية، الجدول اللي ذكرته أول ما يدخلون عليه بيشوف سعر الباقة الأساسية لفئة العمالة اللي بالنسبة للديبندنت للذكر أنثى في الفئة العمرية كذا، بالنسبة لكبار السن. فهاي الأسعار كلها أوريدي معتمدة من الهيئة، ولا يحق لشركة التأمين تغيير الأسعار بغض النظر عن الحالة الصحية للشخص. لا أقدر أقرأ. لا هالمسج أعتقد طرشوني من قبل، صباحكم الله بالخير، عندي تأمين بيسك أو الباقة الأساسية، حولوا بنتي عيادة أطفال، المشكلة ما عندهم طبيب عربي، دخلت عند الدكتور وطلعت مو فهم شو عندها بنتي، هل هذا منطقي؟ نحن في دولة عربية واللغة العربية هي الرسمية، يقولون من حقوق المريض هذه. لا التأمين أنا يقولون التأمين مالي ما يغطي أطباء عرب. لا، بس يقدم لنا على النظام الشكوى بنتأكد انهم يكون عندهم دائم. احنا طبعا هالشيء الحين ضاغطين بشكل كبير على شركات التأمين من ناحية الكول سنترز، من ناحية التريننج او التدريب اللي يعطى لافراد الكول سنتر، وجود لغات مختلفة عربي انجليزي حتى مجموعة اخرى من اللغات الرئيسية الدارجة عندنا في الامارة انها يجب ان تكون متواجدة. في ضغط كبير على جودة الخدمة ومستوى الخدمات اللي تعطى للافراد، وهي من النقاط اللي كذلك راح تأخذ بعين الاعتبار. وجود أطباء كذلك في الشبكة يتحدثون على الأقل العربية والإنجليزية. طيب دكتور، في بعض الأشخاص طالبين يكلمونك تحت الهواء. إن شاء الله حاضرين. زين. أيضا بس خذوا أرقامهم بنتواصل معها. إن شاء الله. حتى الكول سنتر مالهم في المساء ما عندهم عرب. اسم شركة هاي المعلومات نحن يعني على طول نراقب عليهم، وفي التزام من جميع الشركات انه يكون عنده الكول سنتر 24 ساعة وموجود متحدثين عرب 24 ساعة من جميع الشركات. ويتكلم عن عناية. عناية؟ ايه عناية 24 ساعة. 24 ساعة في عرب؟ في 24 ساعة. انا مستغرب يعني. ويمكن صادف ما ادري والله. حتى كثير من الشركات هاي الحين نلزمها بوجود مش فقط عرب وانما مواطنين كذلك. كل شركات التأمين الحين ملزمة بان يكون في موظفين مواطنين في خدمة العملاء. السلام عليكم. طالع عمرك يا ريت تخصصون حلقة على موضوع مرسوم تدريب الأطباء. ان شاء الله فالك طيب. اظني يتكلم عن المبادرة اللي اطلقتها هيئة الصحة. زين. ممكن تعطونا اسم شركة بالضبط وهل موجودة في الشارجة؟ هذا بخصوص شو اللي عن طريق دار المسنين. هذا اللي يتكلم عن كبار السن دكتور، يقول كم تقريبا وممكن عن طريق دار المسنين نعطيهم بيزات انه ممكن يأمنون المريض. بالنسبة لأي أشخاص إقاماتهم صادرة من إمارة دبي فالشركات كلها ملزمة بالأسعار. كل الشركات الـ 12 اللي ذكرناها عندهم باقة كبار السن، وهم الاشتراط اعتقد ان الاقامات تكون صادره من اماره دبي، وتبدا اسعارها من 2500 درهم توصل الى حوالي 5000 درهم حسب الشركه. طيب ممكن اشارك بخصوص التامين ميثا؟ شوفي اذا قدرنا نتصل في الريال. زين. بعض التامين يعني شركات التامين يجبرونك تروح الطبيب عام قبل تحويلك على طبيب مختص، والطبيب العام يعطيك علاج ويقول لك راجع بعد 15 يوم. ها تليفون منو؟ تليفوني؟ لا تليفون دكتور حيدر. دكتور كيفك والله كيفك، تبغي ترد ما تبغي ترد كيفك. رواني 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 منو متصل لنا. زين. المهم طبيب مختص والطبيب العام يعطيك علاج ويقول لك راجع بعد 15 يوم، إذا ما تحسنت نحولك لطبيب مختص الواحد يمل ويروح ويدفع من جيبه أحسن. رد أنت محمود، إحنا ردينا على هذا كذا مرة. نحن ردينا. وبعد أنا دكتور يعني بس على السريع حسب الحالة الطبية، وهو يعني بالنسبة 85-90% من الحالات العلاجية العامة طبيب العائلة هو الأقدر على معالجتها ومتابعتها. في أحيانا راح تحصل نسبة من الحالات هاي ما يتحسن الشخص ويحتاج التحويل إلى الأخصائي، وهذا نظام عالمي معتمد يعني، هذا مش اختراع إحنا اخترعناه يعني. هذا هو بظل أفضل الممارسات العالمية يعني. يقول اللي كان يتكلم عن الشركة يخل الدكتور يتصل بالمغرب ويتأكد يصلون المغرب. عن فريق التفتيش وعن فريق المتسوقين السريين على طول يتصلون بهم واحد وراء الثاني ومتابعينهم، واللي ما يرد على يعني أقل مخالفة 20,000 ترى يعني. لا ما يهم. ما في تهاون. ما في تهاون. على السريع دكتور قريب. عندي سائق وثبت الإقامة من نص شهر أبريل، بس بعدني ما سويت له تأمين صحي، كم هي مدة لازمة أسوي له التأمين وما هي الجهة المختصة في حال عدم قيامي
الإلزامي بالتأمين الفئة المساعدة مخالف هاي أوردي مخالف طبعا بالنسبة للحالة هاي. إحنا أوردي حتى كم الحين كم 500 عليه حاليا عليه 500 وحدة وأوردي يعني تحت بالنسبة لرقم اللي هو الكفيل تم تسجيل وجود مخالفة عليه. فإحنا ندعوهم إلى المسارعة في وجود التأمين عشان إن شاء الله تعالى يعني ناخذ هذا في الحساب. ولازم يدفع المخالفة ويسوي التأمين بيدفع المخالفة. ما شاء الله عليك دكتور متفائل, بس إذا راجعنا المستشفى أصلا ما يقبل تأمين ولا يقولون انسي هذا التأمين. أباهم عطني إياهم الله يخليك, بدل ما تكون جملة عامة يبلي هالمستشفى يبلي شركة تأمين وإحنا مسؤولين نضمن حق الأفراد إن شاء الله تعالى. ميثل ريال موجود على هو ويانا مارد انزيل. طيب تفضلي دكتورة. ما عندك سؤال أسأل أنا؟ أسأل محمود. إنزين دكتور, في مبادرة معايير دبي للرعاية اللي أطلقتها الهيئة عام 2015. صحيح. ما نتكلم عن هذه المبادرة بشكل عام أهدافها على أساس أن نعطي فكرة للمستمعين عن هذه المبادرة. ممتاز. سلمك الله. مبادرة معايير دبي الصحية هي إحدى مبادرات إدارة التمويل الصحي المتعلقة بالخدمات المقدمة للأشخاص المغطين بالضمان الصحي في إمارة دبي. الهدف منها أن يكون هناك مستوى عالمي للخدمات العلاجية في إمارة دبي, خصوصا بدينا طبعا بالحالات الأكثر شيوعا والحالات الأكثر انتشارا. فعلى سبيل المثال اليوم بالنسبة لجميع الأمراض المتعلقة بالسكري هناك معايير واضحة يجب على جميع الأطباء المعالجين في إمارة دبي اتباعها في علاج الأفراد المصابين بالسكر. مثلا من يوم اللي عملنا الفحص اكتشفنا وجود السكر, شو الخطة العلاجية اللي يتبعها, متى استخدم هالنوعية من الأدوية, متى ادخل العلاج, وكيفية مراقبة البلد شوغر او اللي هو المعدل التراكمي. كل هاي المعايير الطبية موجود معلنة من الهيئة, يتم تدريب جميع الأطباء في القطاع الخاص والحكومي وكذلك شركات التأمين حسب أن شركات التأمين ما ترفض العلاج صح. المنطبق مع الخطة العلاجية المعتمدة. بدينا في 2015 بمرض السكر, ومن ثم عملنا كذلك تدريب لجميع الأطباء في إمارة دبي على المعايير أو ما يسمى بمعيار دبي اللي هو أفضل الممارسات العالمية من ناحية الخطط العلاجية لأمراض القلب, لأمراض الروماتيزم, للأمراض التنفسية مثلا. يعني كان عندنا في البداية نسبة استهلاك عالية للمضادات الحيوية في الأمراض أي زكام عطى مضاد حيوي, كان عندنا استهلاك أعلى من المعدل العالمي. فمع عملية التدريب هاي والرقابة الإلكترونية على الاستهلاك بدينا نشوف ننخفض باتجاه أفضل الممارسات العالمية. كذلك بالنسبة للحمل والولادة أعتقد الأسبوع اللي هم طبعا كل يوم جمعة في عنا تريننج. الجمعة اللي طافت أعتقد كانت بالنسبة لبعض الأمراض الجلدية اللي هي أمراض الصدفية, عنا أسبوعيا في تريننج للأطباء وللممارسين وكذلك لشركات التأمين على الخطط العلاجية المختلفة. وهذا البرنامج كله هو اللي يسمى معيار دبي الطبي وبدينا من 2015. زين ناخذ أبو عمر دكتور على السريع. أبو عمر اختصر لأن عندي 30 ثانية بالضبط, تفضل. مشكور يا أخوي ما قصرت. السلام عليكم أخواني. عندي استفسار بسيط بالنسبة للتأمين, التأمين الصحي أولا يعني أنا ثبتت الإقامة بس ما حد خبرني يعني أن في عليك مخالفة على طول تسوي, لأن أنا استلمت الجواز للسائق زائد بطاقة هوية من أسبوع مستلم منهم. فهنا الإشكالية تستوي تأخير لأن يتبع لنا جواز مع صورة الإقامة بالإضافة له هوية الأصلية. فهنا طيب. الإشكالية تستوي تأخير من مش من قبلنا, من قبل الجهات اللي توفر لنا. شكرا لكم. الملاحظة الثانية عمر عشان أقدر أرد عليك باجي دقيقة على هذا, تفضل. زي زي. ملاحظة ثانية, أغلب التأمين يقول لك ما عندنا 550 اللي هو الأقل شيء ابتداء, يبدأون على طول من 550 700 إن شاء الله. تسمع الإجابة. شكرا لك. بالنسبة للأسعار بس يرجع للموقع الإلكتروني ويشوف أسعار كل شركة, وفي الشركة اللي عندها 550 في شركات وايدة عندها 570 580 موجود أساميها كلها في الجدول. فإذا أي شركة مش ملتزمة بالباقة اللي موجودة في الجدول رجاء أن التواصل معنا. أما بالنسبة لحالة السائق لأنه يمكن كان في تأخير من جهات أخرى من جذا ما تم احتساب الغرامة عليه لأن هذا مأخوذ في الحسبان, فيبادر على طول بتوفير التأمين له وإن شاء الله تعالى أموره طيب. ممتاز. ممكن أكلم الدكتور إن شاء الله؟ أخذت بنتي للعيادة وقالوا التأمين لا يشمل الأخصائي والطبيب العمومي, رفض يستقبل البنت. تكلمنا في هذا الموضوع أكثر من مرة دكتور, وقلنا إن حتى اللي يبغي يأخذ في بنفيتس إنه ممكن أنت تأخذ التأمين على الأخصائي على طول. صحيح. إنزين السلام عليكم دكتور, المستشفيات هيئة الصحة لماذا لا تدخل ضمن شركات التأمين الأخرى؟
مثل مستشفى دبي ومستشفى راشد مستشفى لطيف. نعم. جميع مستشفيات هيئة الصحة ضمن التأمين الصحي، إلا أن مش كل الباقات تشمل مستشفيات الهيئة، في بعض الباقات تشمل مستشفيات الهيئة وفي باقات أخرى صحيح. لا تشملها مثل أي مستشفيات أخرى، لكن في حالات الطوارئ، وهذه نقطة جدا مهمة، في حالات الطوارئ جميع الباقات الموجودة في إمارة دبي تشمل مستشفيات هيئة الصحة، وهذا شيء جدا مهم. على قولة ميثة توهم نشوا الجماعة وقاموا يتصلوا فينا دكتور، لكن للأسف نحن حاضرين نسوي حلقة ثانية أسبوعية إن شاء الله، إن شاء الله تعالى على الأسبوع القادم ولا اللي بعده إن شاء الله الدكتور متى ما يتواجد معانا. نحن دائما نسعد بوجودك دكتور. الله يسلمك. نسعد بوجودك أكثر دكتورة. شكرا لك يا محمود. عفوا لك يا دكتورة. دكتورة ندى الملا شكرا لك. دكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي شكرا جزيلا على تواجدك. شكرا لكم مستمعينا، ونتمنى لكم إن شاء الله قضاء إجازة نهاية أسبوع سعيدة جدا بعيد عن ضغوطات العمل مثل ما تقول دكتورة ندى. زين، وشو بعد دكتورة نقول لهم؟ نحن الخميس شو؟ الونيس. فحتى نلقاكم إن شاء الله مطلع الأسبوع القادم. هذه تحياتي، محدثكم محمود يوسف العلي، كانت معنا في الإخراج ميثة بن بيات، ودمتم بصحة وسعادة. دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.